كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. حاضر المسيد ولا كذا هو كاتب الفرع ديال الاتحاد والسوق السوق تيتلاقى الناس. هناك حياة حزبية حقيقية، ولذلك حنا كنا في الحكومة أو كنا في المعارضة، أولا موجودين بأمانة، ثانيا موجودون في كل الهيئات المهنية، أنتم أعلم رجل كل صحفيين اتحاديين معكم، راه في الكتاب، راه في الشعراء، راه في المهندسين، في النقابات، في المهن. احنا حزب موجود في المجتمع، ما عندناش الارتباط، غير توجد في الحكومة، ما توجدتش، راك تسد حانوت. نعم، احنا حتى عندما كانت المشاورات لا شك أنكم ستلاحظون أن لنا الحزب الذي ظل حاضرا في هذه المشاورات وجمع أجهزته، مكتبه السياسي بمرات والمجلس الوطني وفي كل الأقل. اليوم معارضة ديالنا غتكون في المؤسسات اللي تتفرض عليها باش يكونوا في المؤسسات، والتنسيقات التي تمليها هذه المعارضة الأخوات والإخوان اللي في هذه المؤسسات سيكونون حريصين على فتحها في إطار مرجعيتنا وتوجهاتنا وكذا. وانسقوا، لأن التنسيق ماشي معناه أن الإنسان يشبهك، تنسقه مع من يختلف معك، ولذلك قد تنسق معه في هذا الجزء وتختلف معه. اجتماعيا اتحاد اشتراكي، وانطلاقا من الخطب الملكية خاصة في السنتين الأخيرتين وما تعلق منها بالحماية الاجتماعية، سيكون الحارس الأمين في مراقبة هذه الحكومة في تنفيذ كل الوعود التي أعلنوا عنها في برنامج الانتخابي. احنا ما عنديوش معارضة أشخاص سبوا فلان ونديروا ديك الأساليب المعارضة، أبدا، نديروا المعارضة السياسية الاجتماعية الاقتصادية لكل ما يمكن أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، لكل ما يمكن أن يمس بالمكاسب التي تحققت، لكل ما يمكن أن يمس بالتوجهات الملكية السامية والآجال المضروبة بشأنها فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية.